وصل المنتخب الأولمبي انتظامه في معسكر الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق في الفترة من 23 من يوليو حتى 8 من أغسطس. وتلقى الجهاز بقيادة شوقي غريب نتيجة المسحة الطبية الثانية التي أجراها لاعبون وأفراد الجهاز الفني والتي جاءت سلبية للجميع. كما حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الأولمبية المصرية. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا بسام أبو بكر الناقد الرياضي. أستاذ بسام أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بك أستاذ محمود وبكل مشاهدي إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. لكن زي ما حضرتك قلت أن صباح اليوم ظهرت المسحة السلبية الثانية لمنتخب مصر والجميع لاعبي المنتخب الأولمبي المتواجدين في معسكر بإحدى الفنادق القريبة من استاد القاهرة. يمكن فاضل بس يمكن المعسكر بيتكون من 18 لعيب الآن، فاضل 4 لعيبة متواجدين مع النادي الأهلي للمشاركة في نهائي دوري الأبطال الإفريقي السبت المقبل في المغرب. وعلى ضوءه يمكن بعد انتهاء المباراة هينضموا أو هيبتدوا يسافروا للمنتخب للحق به في طوكيو بإذن الله. نعم. يمكن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري سيتواجد على نفس طائرة النادي الأهلي المتجهة إلى المغرب لحضور المباراة وللقدوم مع رباعي النادي الأهلي إلى طوكيو للتواجد في البطولة. نعم. إحنا عارفين طبعا أن كرة القدم هتبدأ يوم 22 وليس 23 غير الألعاب الأخرى المتواجدة في دورة الألعاب طوكيو. إحنا طبعا هنبتدي يوم 22 هنلاعب أسبانيا الساعة 9 صباحا، في حين أن الدورة نفسها هتبدأ من يوم 23 يونيو لحد حتى 8 أغسطس. نعم. إحنا طبعا عندنا بعض المنتخبات بتشارك زي منتخب اليد والألعاب الفردية والجماعية. الأمور ماشية إلى حد ما بشكل كويس، خصوصا أن يمكن اللجنة الطبية في الأولمبية الدولية قررت عدم خضوع مصر للإجراءات أو العزل في طوكيو عند الوصول. يمكن احنا جينا في الجروب بي مع انجلترا وبعض الدول اللي الكورونا عندها مش قوية جدا زي البلاد الثانية، اقل في الاعداد يعني بالضبط. فده خلى يمكن في ارتياحية للاعبي الاهلي اللي هينضموا لطوكيو للمنتخب الاولمبي، وفي ارتياحية من اللجنة الاولمبية المصرية ان الامور بتصير بشكل جيد. كل الامور ماشيه كويس باستثناء خطوه واحده فقط، يمكن في اللجنه الاولمبيه المصريه استعجلت وزاره الشباب والرياضه لتحضير الكشف الخاص بسفر باسماء سفر جميع بعثه مصر سواء في كره القدم او اي لعبه ستتواجد في طوكيو، وده اللي لسه ما طلعش لحد الان. في حين ان في بعض اللعيبه يمكن محتاجه تصاريح سفر لان عندها لسه في ناس بتدرس وفي ناس عندها جيش، فلازم يبقى في استقراض تصاريح للسفر عشان يقدروا يسافروا. يمكن الحاجات دي كلها هتخلص في خلال يومين او ثلاثه. طيب عدا ذلك الامور ماشيه كويس جدا جدا بالنسبه لمصر. طيب هل انضم اللاعبين الكبار اللي هم من الفريق الاول؟ يعني طبعا بخلاف الشناوي طبعا عشان المشاركه في النهائي، لكن حجازي الونش موجودين. حجازي والونش بشكل يعني يومي مع معسكر كابتن شوقي غريب وبيتدربوا وعملوا كل الاجراءات اللي تم طلبها من المنتخب من اللجنه الاولمبيه الدوليه والمصريه، يعني متواجدين وبيباتوا في المعسكر كل يوم. فاضل بس من اللعيبه الكبار يمكن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، وبعد انتهاء مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال هيبقى متواجد مع الثلاث لعيبة زمايله اللي موجودين في النادي الأهلي لبعثة طوكيو بإذن الله. هل من ضمن الاستعدادات هل في مباريات داخلية؟ احنا عارفين عشان زي ما حضرتك قلت بالقرب من استاد القاهرة، هل في هيبقى في مباريات داخلية مع فرق اتفضل. وحتى الآن يمكن كابتن شوقي يعني ما استقرش بشكل نهائي على خوض ودية،
لسه ما فيش اي كلام في ان احنا نخوض وديه او لا، لكن يمكن التدريب بنتمرن يمكن الصبح وبعد الظهر، فالامور ماشيه كويسه. خاصه ان اغلبيه اللعيبه اللي موجودين، ال 18 لعيب اللي موجود دلوقتي في المعسكر بتاع كابتن شوقي، اغلبيتهم جايين من فرقهم بيشاركوا اوريدي في الدوري الممتاز. نعم. فالامور الحمد لله ماشيه كويسه، وان شاء الله ربنا يكللها بالنجاح لمنتخب مصر الاولمبي ولبعثه مصر كلها في اولمبياد طوكيو. بنؤكد على كلام حضرتك، بنتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق كره القدم وكل الفرق في كل الالعاب المشاركه في اولمبياد طوكيو. الاستاذ بسام ابو بكر الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.